مائدة عشاء حكومية بين الحريري وباسيل في بيت الوسط. عدوان يكشف للجديد عن اتفاق مكتوب بين القوات والعهد يقضي بالمناصفة في الوزارات. طول مدة عهد الرئيس عون حصتنا توازي حصة التيار الوطني الحر، هيدا الاتفاق وهيدا الموضوع محطوط كتابة. عماد وكيم يتهم باسيل بالعرقلة. في حدا طلع تنطح وصار يقول جورج بيطلع له هالقد، الياس ما بعطيه هيدا، إذا بتقول لي مين رئيس التيار الوطني الحر. دفعة من النازحين عادت إلى سوريا برعاية الأمن العام وضمانة ماهر الأسد. الرقم يمكن حضرتك تشوفه شوي قليل بالنسبة للعدد الموجود، نحن بنشوفه كتير منيح لأن الأشخاص اللي رايحين كان في عليهم، ما فينا نقول غضب، في عليهم عدم رضا. لو ما في أمان ما في نزمة. بدنا نرجع عاد على بيتنا، الحمد لله صار أمان. كادت المخدرات تدمره واليوم يبحث عن عروس. بس صح منيح حينطلعوا ونجوزوا. إن شاء الله يا رب، تكيل على رب العالمين. متخصصون في طحبشة اللغة الأجنبية بعد لبنانتها. مناجير طبيعة. مواعي. دجندير 10 أمبير. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. عشاء سري بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني جبران باسيل أبعدت عنه شخصيات الصف الثاني، أما الطبق الرئيس لمائدة بيت الوسط فكان عقدة نائب رئيس الحكومة. وفيما التزم بيان الحريري عن اللقاء بالعموميات فإن طبخة البحث الحكومية غير مؤهلة للتصفيات النهائية حاليا. وعلى بعد ساعات من لقاءات التشاور رفع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بطاقة تعريف عن اتفاق معراب، وكشف عن بند المناصفة الوزارية بين العهد والقوات طوال ولاية الرئيس وليس لمرة واحدة أو اثنتين. وأعلن عدوان أن هذا البند مكتوب ضمن الاتفاق الذي ساهم في انتخاب ميشيل عون رئيسا للجمهورية. مكاشفة عدوان ولجوءه إلى الدليل بالأوراق صانعة الرؤساء تقابلها مرونة قواتية على جبهة نائب الرئيس، إذ تشير معلومات الجديد إلى توجه قواتي نحو الإعلان أن نائب رئيس الحكومة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، فيتلقف الرئيس تلك المبادرة ويسمي وزيرا قواتيا لهذا المنصب. تحصنت القوات بالورق، وتحصن رئيس الحكومة برجال الدولة من فئة السرايات ليعزز صلاحيات موقع رئاسة الحكومة ويعزلها عن التوقيت والمدة وقيود الزمن، حيث يؤلف بحرية من دون مهل أو شروط، وليقول إن الدستور لم يفرض على الرئيس السني أي نصوص تلزمه التأليف ضمن مهلة محددة، والأبرز أن الحريري بإمكانه أن يسافر حرا، لا يطارده زمن، لا بل يأمن ظهره من الرئيس النجيب ويغادر بسلام وقلبه على الفؤاد. فالثلاثي الحكومي السابق هو ضمانة المستقبل، يسهر على دستوره وصلاحياته ويحفظ حق الرئيس في التصريف إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهيئة الأركان الحكومية المنصرفة منها وتلك الباقية على قيد التأليف تمكنت من إعادة تذكير اللبنانيين بالصلاحيات، وبموجبها يغادر الحريري في زيارة استجمام خاصة سبقه إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا داعي إلى الاستعجال. فتصريف الأعمال قائم، ومراسيم طالعة ومراسيم نازلة، والضمانة موجودة بأن عهد تصريف الأعمال مستمر حتى إشعار آخر.
إذن في بيت الوسط التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وجرى في خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية لا سيما ما يتعلق بموضوع تأليف الحكومة الجديدة. وقد استكمل البحث إلى مأدبة عشاء أقامها الحريري على شرف ضيفه. مصدر مقرب من الحريري أكد أن الرئيس المكلف كرر لباسيل ما كان قد طرحه أمام الرئيس عون فيما يخص منصب نيابة رئاسة الحكومة وإسنادها إلى القوات بخطوة من رئيس الجمهورية لأنها من صلاحياته. أما المصادر المقربة من باسيل فأكدت أنه قال للحريري إذا كان سيعطي القوات حصة وازنة فليعطها من حصته لا من حصة التيار الوطني الحر. عقد التأليف تكبر ورئيس الجمهورية يدخل على خط الحلحلة مع راب إلى جانب بعبدة، ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان يكشف للجديد أبرز بنود اتفاق مع راب الحكومية. هل هناك من يتراجع عن اتفاق مع راب؟ خليه يوقف ويقول أنه متراجع ويتحمل مسؤولية تراجعه لأنه نحن مكفيين بالاتفاق. أتى الرد على كلام نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان سريعا من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. بس إذا حدا هو مش راغب يتنازل لأنه كان في اتفاق سياسي ولم يعد قائم لأي سبب كان، ما في حدا يعمل هيدا الشيء بفعل جبري. إلا أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على نجاح اتفاق معراب مع تأكيده على الجهوزية للتدخل إيجابا في الملف. فأين القوات اللبنانية من هذا التباين العوني حيال الاتفاق؟ اتفاق معراب السياسي هو يلي أدى أو ساهم بشكل أساسي إلى انتخاب فخامة الرئيس، وبالتالي القوات قدمت الشق الأساسي خلينا نقول يلي عليها بأنها ساهمت بانتخاب الرئيس، وبالتالي نحن هل اتفاق سياسيا قائم بنوع أساسي مع رئيس الجمهورية، وبتصور أن الرئيس يعني رح يحمي هالاتفاق لأنه هو كان الجزء الأساسي من هذا الاتفاق. وأنا برأيي أنه الأسبوع القادم سيشهد بعكس محاولات معينة توطيد للاتفاق مش التراجع عنه. مصادر خاصة بقناة الجديد أكدت أن الخطوة الإيجابية التي سيشهدها الأسبوع المقبل هي لقاء يجمع رئيس الجمهورية برئيس حزب القوات وسط تكتم قواتي عن صحة الزيارة لأسباب أمنية. وقد استعدت القوات للقاء ولكن بحصانة استمدتها من اتفاق معراب نفسه، فأعادت التذكير ببنود ترفع من سقف المطالب. القوات اللبنانية منطلقة من مبدأين. مبدأ الأول في عندها حجم عطيوية الناس بالانتخابات، واثنين في اتفاق بيقضي انه حصتنا تكون موازية لحصة التيار بالحكومات يلي بتشكل بغض النظر عن الحقائب السيادية او غير حقائب. في اتفاق بينكم وبين التيار انه يكون تمثيلكم مناصفة بالحكومة على طول عهد فخامة الرئيس، مش لمرة ولا اثنين. الجزء الأساسي وضمن مساهمتنا وسعينا لانتخاب رئيس جمهورية اتفاق بيقول أنه طول مدة عهد الرئيس عون حصتنا توازي حصة التيار الوطني الحر. هيدا الاتفاق وهيدا الموضوع محطوط كتابة. وسط صراع الحقائب الوزارية رشحت معلومات عن خطوة قواتية باتجاه ترتيب الأجواء عبر إعلانها أن موقع نائب رئيس الحكومة هو من حصة رئيس الجمهورية. المعلومات تحدثت أيضا عن رد إجرعونية عبر تسمية الرئيس لوزير قواتي لهذا الموقع، مما يساهم بشكل مباشر بحل العقدة الوزارية. أما ورقة الضغط على رئيس الحكومة المكلف بسحب التكليف منه بسبب تأخر التأليف فتنضم القوات إلى الفريق الرافض لهذا التهويل. كقوات لبنانية متشبسين بالدستور، دستور واضح جدا ما في مدة لتكليف رئيس الحكومة، وبالتالي أي محاولة انطلاقا من الدستور أنه حصر مدة التكليف أو الضغط على الرئيس المكلف بمدة معينة منا دستورية. بده يحكي بهيك شيء بده يروح لتعديل الدستور، وبفتكرش هلأ التوقيت مناسب. أسبوع حاسم ليس على جبهة التكليف وحسب،
بل على المشهد السياسي وخارطة التحالفات. فهل تنجح المساعي وتبصر الحكومة النور؟ أم إن الأمور ستنقلب رأسا على عقب؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب عماد وكيم ومن برنامج الأسبوع في ساعة اتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعرقلة تأليف الحكومة. أول شيء أتأسف باسمي وباسم الشعب اللبناني إنه نحن بهالوضع اللي نحن فيه هلا قاعدين نتسلى بكيف بدنا نركب وكيف بدنا نعمل بدل ما نضم كل الأطراف اللبنانية، وضع اقتصادي يعني على شفير الهاوية، وضع معيشي لدى المواطن اللبناني لقمة عايشه أنجع بيقدر يطلعها، وضعنا السياحي بالأرض، وضعنا الرياضي البيئي اللي بدك كر على كل أسامي الوزارات، وضعنا ما بيطلع على مستوى الفساد. رح ارجع تابع معك تحكي اكثر عن موضوع نائب رئيس الحكومه. لا بس خليني اقول لك في حدا طلع، ليش قلت لك انا عن الدستور كيف تيل، في حدا طلع تنطح وصار يقول جورج بيطلع له هالقد، الياس ما بعطيه هيدا، اذا بتقول لي مين رئيس التيار الوطني الحر لحتى دغري ما تقول غام انه احنا بهدنا لانه بدنا نشكل الحكومه باسرع وقت، طلع يقول اخذ دور رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه وبعد شوي رئيس مجلس النواب وكل الكتل، بلش بقبل هون وما بقبل هون وما بقبل هونيك وبقبل هون، مش مطلوب هيدا يعني، من هونيك نتجت كل العقد ومن هونيك كل حالات اذا عم تشوف عم تصير على هذا يعني المحور. يعني انت بتعطي هيك صار، من هيك صار بس طلع الرئيس عند الرئيس المكلف عند فخامة الرئيس ومن هيك جبران اليوم عند يعني الرئيس المكلف. يعني انت بتعتقد انه منبع العقدة جبران باسيل حسب ما تقول؟ يعني كتر البلوكات على العالم انه الاشتراكي ما بعطيه ثلاث دروس بعطيه اثنين وواحد مسلحي سنه بده يمثل انت حر تقول الراي اللي بدك اياه، بس هذا الراي بتقوله عند رئيس الحكومه عند رئيس الجمهوريه. عودة دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى وطنهم عبر نقطة المصنع الحدودية في حضور لجنة المصالحة وعناصر من الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر الأسد. هيك وجهك بيختزن كل الذكريات ببلدك. ليه عم تبكي؟ ليه منك مبسوطة؟ دفعة جديدة من اللاجئين السوريين تعود طوعيا إلى سوريا وتحديدا إلى معظمية الشام عبر معبر المصنع الحدودي. رقم يمكن حضرتك تشوفه شوي قليل بالنسبة للعدد الموجود، نحن بنشوفه كتير منيح لأنه الأشخاص اللي رايحين كان في عليهم ما فينا نقول غضب، في عليهم عدم رضا، أخذنا فيهم موافقة من القيادة الحكيمة بسوريا. إذا من قلب سوريا إجاهم الإعفاءات وكل شيء بيلزمهم، أنا ليش بدي ضلني كسياسي بلبنان شجعه وما يروحش وانتبه ودير بالك لحالك؟ لا، أنا جاي أفهم من سوريا، أنا كمواطن لبناني وعم سهل بالأمر، أخذت تسهيلات من القيادة السورية والقيادة اللبنانية وعم سهل الأمر. قسم عاد بسيارته الخاصة. يعني خلص إنه بدنا نرجع عاد على بيتنا، الحمد لله صار أمان الأمور بخير، الناس إعلام بتفكر شيء الناس، أما الواقع غير. إيه والله كتير مبسوطين ومرتاحين نفسيا الحمد لله، الواحد رجع حضن الوطن، رجع لأهله لبيته، رجع للاستقرار. وآخرون وصلوا إلى نقطة المصنع في باص لبناني لانتظار وصول الباصين من داخل الأراضي السورية. حرب تعلموا في مدرسة الحياة من سلبياتها ومن إيجابياتها إن وجدت، منهم من يعود باحثا عن ذكريات لم تعش ماضيها، فبات الوطن في مخيلته شظايا وصفية تصله من هنا وهناك، ومنهم من يعود ليحيي ذكريات يختزن وجهه الحنين إليها. يعني في أحلى من سوريا أكيد، حكومة مبسوطة كثير وكل العالم راجعة ومبسوطة إن شاء الله. مبسوطين كثير الحمد لله رب العالمين، الله يوفقكم. والله جت قاسي علينا كتير، وهلا ان شاء الله بترجع احسن، سوريا احسن ما كانت ان شاء الله، وسوريا بلد الامان وبدها ترجع ان شاء الله بلد الامان. امور تحسنت كتير بالنسبه لمنطقتنا، منطقه معظميه الشام، امور كتير بتبشر بالخير، يعني اللي عم نتابعه من اخبار واللي عم يصير وكيف العالم عايشه واللي عم نتواصل معهم. ثلاث ساعات واكثر من الانتظار، أخيرا وصل الباصان برفقة وفد من لجنة المصالحة لطمأنة العائدين وحث الآخرين على العودة. أكيد هي مو أول قائمة، ونحن سميناها إن شاء الله قائمة الخير، نحن متمنين أنه هاي القائمة الصغيرة تتبع قوائم بالآلاف وعشرات الآلاف. في تفاهم وسعي من الدولتين السورية واللبنانية لعرض جميع النازحين واللبنانيين. دفعة لم تملأ الباصات
تاركة مقاعد كثيرة لمن سيقدم على الخطوة نفسها، فتعود مقولة شعب واحد في بلدين إلى الواجهة بعدما بات اللبنانيون والسوريون منذ سنوات شعبين في بلد واحد. غدي بموسى، قناة الجديد. اللبناني سيد الاختراع في اللغة أيضا. ليس مستغربا لبننة بعض الكلمات العربية، لكن الغريب هو لبننة كلمات فرنسية وأجنبية في أساسها، فتفقدها لفظتها الحقيقية وفي بعض الأحيان معناها. وإليكم عينة. جيب الريزفار، وهو يعني ريزيرفوار. لما تصور السيارة مش منيحة، وهي أساسا أمورتيسور. داش بنزين لك، شوف إذا كمان في شيء تنفيس، تنفيس هواء. ليش كمان؟ وهو يعني إشابمون. ليال حطي بامور، والمقصود به بوامور. هذه هي الشامبر آير المعروفة بالشامبرييل، وهنا هي البيدال دومبرياج المعروفة بدعسة الدوبرياج. إن كان الجزء الأول يرتبط بالسيارات، فالآخر يرتبط مباشرة بحياتنا اليومية. وإليكم عينة أخرى. هي أساساً عنا اسمها فانيلا. فانيلا، شيال، بروتيل، الأشياء هيدي. فانيلا. فانيلا بيضة. فانيلا. أي فلانيل. اسمه ديجانتير. ريجانتير. ديجانتير. 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 10 أمبير. غير أن الكلمة هي ديسجونكتور. سبادرين. 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 هذا اسمه سبادرين. شو؟ سبادرين. وهو طبعاً يقصد إسبادري. درسوار. 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 درسوار كبير. غير أنها درسوار. كومدينر. 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 وأساس الكلمة ليس إلا كومود. فتكير أو مناجير. مناكير. مناكير. مناجير. يا حبيبي مناجير. نعم. مناجير طبيعة. مناجير. نواعم. وهي طبعاً لا مناجير ولا مانيكير، بل مانيكير. وهذه هي على اللبناني شارتيتونة. اسمه فعلياً شاترتون تيب نسبة لمخترعه جوناثان شاترتون. وهذه هي الفيراندا المعروفة لبنانياً بالبرندا. لا شك أن استخدام معظم هذه الكلمات يرتبط تاريخياً بالانتداب الفرنسي، ومن ثم اعتماد الفرنسية اللغة الرسمية الثانية بعد لغتنا الأم. غير أن الاختراع هو من إبداع اللبناني الذي لم يغير اللفظ فقط، بل جعل منها لغة محكية ومكتوبة. لا يسعد، قناة الجديد. بعدما دمرت المخدرات حياته، محمد تعافى وصار بده عروس. هكذا كان يعيش محمد شكر قبل شهر ونصف، عاريا مكبلا بالحديد في خربة بسبب وضعه العقلي وتعاطيه المخدرات. اليوم وبعد تلقيه العلاج في دير الصليب، عاد محمد إلى وضعه الطبيعي. ما بدي أقرب على شيء ولا يتعاطى شيء أبدا. ما أتعاطى شيء أبدا. خلاص نهايته شلتها من دماغي، لأنه أنا هاي مرض تكسب المرض ولا بتكسب الحياة. قناة الجديد كانت قد أثارت قضية محمد قبل مدة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وبجهود المستشار الإعلامي للوزير جورج عقوري، نقل محمد إلى مستشفى دير الصليب وتلقى العلاج الملائم وبدأت حالته تتحسن. مهم كتير أنه نعامل المدمن كمريض وليس كمجرم، مثل ما شفنا الحالة مع محمد، ولما حصل على العلاج والمساعدة صار جاهز يرجع على المجتمع ويكون عنصر فاعل بالمجتمع وليس عنصر منبوذ من المجتمع. فخلينا كلنا نقدم المساعدة للمدمنين، مثل ما وزارة الصحة العامة عندها مراكز وفي جمعيات كتيرة بتقدم المساعدة تيخرجوا من إدمانهم، نحن كلنا نوجههم تيروحوا لهونيك وياخدوا هالمساعدة الضرورية ليرجعوا عناصر فاعلة بالمجتمع. محمد مثال يحتذى به لكل مواطن وقع في فخ السم القاتل، لكن بجهود أسرته وتعاون الوزارة استطاع التغلب على عدو يفتك بجيل صاعد ليبدأ حياة جديدة ملؤها الإرادة والأمل. بس صح منيح حينطلعوا من جوزه بإذن الله. إن شاء الله يا رب تكيل على رب العالمين. تكلفة المونديال بالمليارات والرابح الأكبر الفيفا واللاعبون النجوم. Go, go, go! Ale, ale, ale! Arriba! El mundo!
انتقلت بطولة كأس العالم التي تنظم مرة كل 4 أعوام إلى منجم ذهب للاتحاد الدولي لكرة القدم، لا سيما أن معظم إيرادات المونديال في أي بلد كان تعود إلى الفيفا، حتى باتت التكلفة الإجمالية للمباريات تقدر بمليارات الدولارات بعدما كانت تحسب بالملايين. فبطولة عام 94 في أمريكا كلفت 340 مليون دولار، وارتفعت التكاليف بعد 4 سنوات لتصل إلى 350 مليون دولار في فرنسا، في حين قفزت في عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان إلى ما يقارب 5 مليارات دولار. مونديال عام 2006 في ألمانيا كلف الدولة نحو 6 مليارات و200 مليون دولار، وفي عام 2010 أنفقت جنوب أفريقيا أكثر من 3 مليارات و500 مليون دولار، وعام 2014 وصلت إلى 13 مليار دولار في البرازيل. أما مونديال روسيا فستصل التكلفة الإجمالية إلى 20 مليار دولار، والنفقات الهائلة ستكون من نصيب قطر عام 2022 وتقدر حتى اليوم ب 200 مليار دولار. فلماذا هذه التكلفة التي ترتفع بإطراد كل 4 أعوام؟ نحكي برقم مهول، إنما هي ليست كلفة كأس العالم، هي كلفة تحقيق دفتر شروط مطلوب من الفيفا. يعني اليوم الفيفا بتتدخل بالتفاصيل التي تصل إلى حد شكل التاكسي، تدخل في طبيعة الطرقات، طبيعة الخدمات المؤمنة، طبيعة الأوتيلات وإمكانياتها. في مداخيل معروفة للفيفا، يعني مثلا الفيفا بالبرازيل الربح الصافي للاتحاد الدولي لكرة القدم كان 4.82 مليار دولار، بروسيا رح يتخطى 5.6 مليار دولار، ولكن الحكومة الروسية تتوقع مداخيل تصل إلى 24 مليار دولار. ولكن أين يكمن دور المراهنات وأرباحها والتي تديرها شبكات عالمية؟ أنه البيتينج صار على الإنترنت، اليوم الويب سايتات المتخصصة بالمراهنات تعطيك توجيهات شو التوقعات المحتملة، صاروا عم يتدخلوا بتوجيه نتائج المباريات، صارت شركات المراهنات عم تفوت على اللاعبين تحاول تتلاعب بنتائج المباريات. وليس من المستغرب أن ترتفع تكاليف المونديال ومعها أرقام المراهنات، فهناك ملايين تدفع للاعبين النجوم للمشاركة في مباريات كأس العالم، ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الأول ويتقاضى ما يصل إلى 230 مليون دولار، يليه في المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو ويتقاضى نحو 154 مليون دولار، في حين يحتل المصري محمد صلاح المركز الأول عربيا وأفريقيا والرابع عشر عالميا بمبلغ 103 ملايين دولار. ألين حلاق، قناة الجديد. مشروع الإيدن بي يرمي مجاريره على الفقراء. قبل أيام من افتتاح مشروع إيدن باي، أغلق عمال من شركة عاشور رجار مجرور عند مستديرة الجناح كان يصب على مقربة من المشروع، وعمدت الجرافات إلى طمر المصب عند الشاطئ لإخفاء آثاره. أصحاب المشروع استغلوا إعادة إحياء مجلس الإنماء والإعمار مشروع تشغيل محطة الغدير المبنية عام 78 وقيامه بتحويل المصب إلى محطة الضخ بأستو الواقعة تحت جسر السلطان إبراهيم، بعد تدخل وزير في حكومة تصريف الأعمال وضغطه على شركة مياه بيروت للإسراع في تنفيذ المشروع المتوقف منذ 4 سنوات. غير أن أشكالا حصل بين المتعهد وبلدية الغبيري أدى إلى عدم استكمال عملية التحويل، وجرى ربط المصب بآخر قريب من بيوت سكان السانسيمو على مقربة من ميناء الصيادين. المطالبة بإغلاق المجارير اللي بتنزل على البحر صار لها من التسعينات، فاليوم في فضيحة إنه كرمال مشروع واحد، كرمال شخص واحد، فجأة بيتسكر المجرور وبروح على غير محل. شو بتنظرنا الدولة نحن كمواطنين عايشين على الشاطئ وكصيادين سمك؟ يعني عندنا أكثر من 10 مجارير على الشاطئ، وهلأ أضافوا لنا مجرور كبير، مجرور رملة البيضة على شاطنا. وبالمناسبة نحن عم نصور، بتعرف كم في حدا عم بجرب يفوت على الشاطئ الرملي أمام الإدن باي منع، وهيدا بخالف القانون وبخالف التعهد اللي عمله عاشور إنه حيخلي المسبح لكل الناس. كنا عم نتسبح عادي، عم زعبونا
سكرتي من هناك، أنا ممنوع حدا يتصبح، قلت له أملاك خاصة. ظاهر الفعل يبدو حسنا، فأغلاق مجرور يلوث مياه البحر عمل بيئي، لكن أهالي المنطقة يتطلعون إلى إكمال مشروع إغلاق مصبات الصرف الصحي كافة المنتشرة على الشاطئ، وألا تكون هناك استنسابية في المشاريع، وألا تتحول المجاري إلى مقربة من بيوتهم، لينعم رواد المنتجعات بمياه نقية، فيما يتحول بحر سكان المنطقة إلى بحر أسود. بعد الفاصل، عكار في وجدان البخاري. أهلا بكم من جديد. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة تطرق فيها إلى أزمة السكن والإسكان. وكم كنا نتوانى لو أن المسؤولين في الدولة بدلا من إيقاف القروض السكنية والتلهي بمصالحهم الخاصة يرسمون خطة لحل هذه الأزمة التي يقع ضحيتها الشباب اللبناني الذي لا يستطيع أن يتزوج ويؤسس عائلة لافتقاره إلى منزل. البخاري يؤكد بعد لقائه البعريني والمرع بأن عكار وأهلها دائما في وجدان المملكة العربية السعودية. استقبل النائب وليد البعريني في دارته في منطقة فنيدق القموعة القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير. سياسيا، رأى البعريني أن رعاية المملكة للبنان تحرك تشكيل الحكومة اللبنانية على غرار العجلة الاقتصادية والسياسية والإنمائية. بدنا المباركة دائما والدعم المعنوي دائما والدعم الأخوي، فهذا الدعم نحن بركي بيسرع عنا إنشاء الحكومة أو ظهور الحكومة هيك فورا حتى تكون بلش الدورة الدموية السريعة، الدورة الاقتصادية، الدورة الأخوية، الدورة الأهلية، لأنه فعلا بحاجة بقى لتشكيل الحكومة. بدوره شدد البخاري أن عكار وأهلها دائما في وجدان المملكة العربية السعودية. أولا أني أتقدم الشكر لأهالي المنطقة لحفاوة الاستقبال، جينا اليوم قدمنا التهاني بسعادة النائب، لكن أنا أود أن أختصر في كلمة واحدة، أنه عكار وأهلها دائما وأبدا في وجدان وعاطفة المملكة العربية السعودية حكومتنا. شكرا لكم وشكرا لهذه الضيافة، ليست بغريبة على أهل عكار أذكار الكرم والنخوة والإيقاع. واستكمل البخاري جولته الشمالية بزيارة النائب السابق طلال المرعبي ونجله النائب طارق المرعبي في بلدة الغزلان في عكار، وأكد البخاري خلال زيارته أن عكار وأهلها في وجدان المملكة العربية السعودية التي تسعى دائما لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان. لكن احنا اليوم حبينا نقدم التهاني بمناسبة أولا سعادة النائب، مبارك له بالنيابة، وكذلك نقدم لكم التهاني بعيد الفطر المبارك، وأؤكد أيضا أنه عكار دائما وأبدا عكار وأهلها في وجدان المملكة العربية السعودية، والمملكة تسعى دائما إلى تعزيز أمن واستقرار لبنان. من جهته أشاد المرعبي بدور المملكة العربية السعودية في لبنان وتمنى استمرار العلاقات الأخوية معها. احنا بتمنى العلاقات تستمر والعلاقات تنمى أيضا، نتمنى أن الأخوين السعوديين يأتون إلى لبنان وأن يعودوا إلى سابق عهدهم، هذه شغلة نحن بهمنا كثير لأنه هذا بلدهم، هذا نحن أخوينهم. كما قال المرعبي أن عكار محافظة تتميز بالاعتدال والعيش المشترك والمحبة للمملكة العربية السعودية. نائب رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية تدشن قسم المختبرات العلمية والمعلوماتية في ثانوية سيدة كفتين للروم الأرثوذكس قضاء الكورة.
بعد زيارتها لبطريرك الروم الأرثوذكس في دير سيدة البلمند، قامت الوزيرة ليلى الصلح حمادي بزيارة ثانوية ومهنية سيدة كفتين للروم الأرثوذكس قضاء الكورة، حيث دشنت مختبرات العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعيات والمعلوماتية التي قامت بتأهيلها وتجهيزها مؤسسة الوليد للإنسانية. وكان في استقبالها مدير الثانوية والمهنية بشارة حبيب وأعضاء الهيئتين التربوية والإدارية في حضور مطران طرابلس والكورة للروم الأرثوذكس فرام كرياكوس. أهلا وسهلا بمؤسسة سمو الأمير الوليد بن طلال، فتبرعكم السخي والمشكور بمختبرات للعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعيات والمعلوماتية أضفى على ثانويتنا ومهنيتنا قيمة تكنولوجية عصرية ومضافة. أيها الطلاب الأعزاء، عن أي بلد نتحدث وإلى أي مستقبل ننشد؟ هل أعدكم ببلد تنالون فيه فرص العمل وفقا لكفاءاتكم العلمية والفكرية، أم وفقا لولائكم للزعماء والأحزاب؟ هل نحدث أولاد ذوي الاحتياجات الخاصة عن الصراع القائم بين الزعماء لوضع اليد على وزارة الشؤون الاجتماعية التي باتت في خدمة النازحين السوريين، والأموال التي ستغدق لتسيير أمور الوزارة؟ أيها الطلاب الأعزاء، هناك إعادة صناعة الجغرافيا في منطقتنا بآليات حادة، وما بين استنفاذ الحل السياسي وعجز الشعوب فإن الأفق مفتوح على خراب اجتماعي يتجلى في عمليات العبث بالتركيبة السكانية، تبدأ بالتهجير وتنتهي بالتوطين. لبنانيون يهاجرون وغرباء يستوطنون، ومخيمات غدت معسكرات، فحكامك أورثوك وطنا ممرا للتكفيري ومقرا للنازح السوري ومستقرا لأولادهم من بعدهم. يتفقون على تجنيس الأغنياء ويحاجون بحقوق الفقراء، ينتحلون صفة الأقوياء وهي بالفعل استقواء على لبنان. ومن سينقذ لبنان؟ تعالوا سويا نبحث عن استقلال فقدناه بعد أن امتلكناه في يوم من الأيام، ولفهم حدود الإمكانيات يجب تجريب المستحيل. وسلمت الوزيرة الصلح الشهادات للخريجين في حضور النائب السابق فادي كرم والسيد أنطوان حبيب ورؤساء بلديات المنطقة، وأقيمت مأدبة عشاء على شرفها. في إطار نشاطات مستشفى المشرق، مؤتمر حول معالجة السمنة بالجراحة. جراحة معالجة السمنة والترميم البلاستيكي عنوان المؤتمر الذي عقده مستشفى المشرق، وحضر فيه كبار الأطباء الاختصاصيين حول الطرق الجراحية الأحدث. مستشفى المشرق تعير أهمية كبيرة لعمليات معالجة البدانة بالطرق الجراحية، وهي لأجل ذلك تتشارك مع أفضل المراكز في أوروبا، ولذلك لابد من التعاون مع كل الأطباء لنجاح هذه العملية التي تتطور بشكل كبير. أنشأنا مراكز متخصصة نطبق فيها البروتوكول الصحي العيادي، ويشمل مرحلة ما قبل العملية، أي الخضوع لاختصاصي تغذية وحمية ومتابعة المرضى بعد الخضوع للعملية، وهو ما نركز عليه اليوم في لبنان. ومع التطور في معالجة السمنة والتي نقلها مستشفى المشرق من أوروبا إلى لبنان، بات العلاج أحدث وبتقنيات متطورة لمتابعة المريض ما قبل العملية وبعدها. بعد الفاصل، هرب من السجن بالطائرة. أهلا بكم من جديد. المطلوب رقم واحد في فرنسا يفر من السجن على متن مروحية. المطلوب رقم واحد في فرنسا رضوان فايد هرب من السجن بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية عام 2010، عنوان معظم الصحف الفرنسية. الرجل الذي أعلن في مقابلات تلفزيونية أجراها أن السرقات التي قام بها استلهمها من أفلام هوليوودية كسكارفيس وهيت، استطاع الهرب من السجن للمرة الثانية، وكأنما المتفجرات التي استخدمها أول مرة لتفجير باب السجن والهروب لم تكن هوليوودية بشكل كاف. قرر الرجل استخدام مروحية هذه المرة، فبحسب تقارير الشرطة الفرنسية وفي تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم، وبينما كان الفايت في الغرف المخصصة للزيارة،
حطت مروحية في باحة السجن يقودها طيار مدرب، خطفه 3 رجال يعملون تحت إمرة الفايد بينما كان ينتظر أحد تلامذته. الرجال 3 المقنعين وضعوا ربطات على زنودهم تحمل شارات الشرطة الفرنسية وتسلحوا ببنادق حربية، وبعدما استطاعوا إخراج الفايد غادروا على متن المروحية التي أقلتهم إلى نقطة انتظار السيارات التي استخدموها للهرب. تجدر الإشارة إلى أن الإنتربول أصدر إشعارا أحمر وهو أشبه بأمر اعتقال دولي بحق الفايد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن أوبك تتلاعب بسوق النفط، مطالبا إياها بضرورة التوقف عن ذلك، وقال أن واشنطن توفر الحماية لكثير من الأعضاء فيها. وحذر ترامب إيران من أنها حال استئناف تخصيب اليورانيوم ستواجه مشكلة كبيرة للغاية. تلوث المياه يشعل التظاهرات في إيران، والاضطرابات تطورت إلى صدامات بين المتظاهرين والشرطة. تظاهرة احتجاجية على تلوث المياه في خرم شهر جنوب غربي إيران أدت إلى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ليلة السبت الأحد، أسفرت عن جرح عدد من الأشخاص. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نائب محافظ خرم شهر ولي الله حياتي أنه لم يقتل أحد، وذلك بعدما قالت قناة العربية إن الشرطة قتلت 4 متظاهرين على الأقل في هذه الصدامات، وأوضحت أن الحصيلة الرسمية لهذه الاضطرابات هي إصابة متظاهر واحد بجروح خطرة وعدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة بسبب رشقهم بمقذوفات. وفي التفاصيل قالت الوكالة إن نحو 500 شخص معظمهم من الشباب تجمعوا في ساحة المدينة مطالبين السلطات بالتحرك لصيانة خط أنابيب المياه أدى تلوثه إلى جعلها غير صالحة للشرب. كما تجمع عدد من المتظاهرين أمام أحد المساجد حيث قاموا بإشعال النار في عدد من حاويات النفايات وأحرقوا جسرا وألحقوا أضرارا في ممتلكات عامة أخرى. وأوضحت الوكالة أن الشرطة استخدمت الغاز سيلة للدموع لتفريقهم. وقالت الوكالة إن هذه التظاهرة ليست الأولى، إنما تلوث المياه في خرم شهر ومدينة عبدان المجاورة أدى إلى تظاهرات عدة في الأسابيع 3 الأخيرة. كما تواجه إيران صعوبات اقتصادية منذ أشهر. وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي، رأى النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية ليس العامل الوحيد الذي يفسر ما يحصل، بل إن الاقتصاد الإيراني يعاني مشكلات بينها الاعتماد المبالغ فيه على النفط وضعف القطاعين الخاص والمصرفي. على خلفية الاحتجاجات الجارية في إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية، بعث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الشعب الإيراني برسالة مصورة عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي رسالة مباشرة ومغرضة ومحرضة ضد النظام، تطرق في خلالها إلى المنتخب الإيراني في المونديال. Can you imagine how hard it is to stop Ronaldo from scoring a goal? I used to play soccer. Let me tell you, it's almost impossible. But the Iranian team just did the impossible. To the Iranian people, I say, you showed courage on the playing field. And today you show the same courage in the streets of Iran. Iran has many problems, air pollution, water scarcity, billions wasted on terror. Can you imagine what would happen if the Iranian government, instead of wasting your money on Syria and Yemen, and unnecessary wars in the Middle East, would start investing in and solving these problems in Iran? The solution to all these problems is the Iranian people. That's why I offered medical aid to save Iranian lives after a devastating earthquake. That's why I opened a Farsi Telegram group to teach water conservation to Iranian farmers. And that's why I'll never stop advocating for peace with the Iranian people. One day I'll hope to watch Iran's soccer team go head to head against Israel in a free Tehran. On that day, we'll all be winners. تظاهرات احتجاجية في الولايات المتحدة ضد سياسة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
سيل بشري في وجه قرارات الإدارة الأمريكية. عشرات الآلاف تظاهروا في مدن عدة في الولايات المتحدة ضد سياسات بلادهم بخصوص الهجرة وفصل أفراد عائلات المهاجرين، تطبيقا لسياسة التشدد التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف. الاحتجاجات انطلقت من أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن مطالبة بلم شمل الأسر المهاجرة، وحملت شعار العائلات يجب أن تكون مجتمعة. وأكد المتظاهرون أن المهاجرين مرحب بهم هم وأطفالهم بمن فيهم المسلمون، ولم تمنع الشمس الحارقة في نيويورك الآلاف من التجمع ضد سياسة ترامب، وجمعت التظاهر بين لاجئين قدامى وجدد وممن عانوا مثل هذه السياسات. وكان ترامب في مطلع أيار الماضي وفي محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد أمر بتوقيف البالغين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية، لا سيما طالبو اللجوء. ونتيجة حملة القمع التي شنتها الإدارة الأمريكية جرى فصل الأطفال عن أهاليهم، وبحسب مشاهد تناقلتها وسائل الإعلام العالمية وضعوا في مراكز تابعة لسلسلة متاجر، ما أثار ردود فعل منددة محليا وعالميا. أما الأسبوع الفائت فقد وقع ترامب أمرا تنفيذيا لوقف إجراءات فصل العائلات، لكن محامين متخصصين في قضايا الهجرة يقولون إن العملية ستستغرق وقتا طويلا وستكون معقدة، ولا يزال نحو 2000 طفل مفصولين عن ذويهم لتبقى هذه المشاهد صورة لما تمارسه واشنطن في حق اللاجئين. العاهل السعودي الملك فيصل يقطع الإمدادات عام 73 عن أمريكا، والملك سلمان يرفع الإنتاج بطلب من أمريكا. قال الرئيس دونالد ترامب أنه طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيادة إنتاج النفط نحو 2 مليون برميل يوميا، ولفت في تغريدة إثر مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي: تحدثت للتو مع الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا أطلب بأن تزيد السعودية إنتاج النفط ربما حتى 2 مليون برميل للتعويض، مضيفا أن الأسعار مرتفعة للغاية وقد وافق. يأتي موقف الملك سلمان بخلاف الموقف التاريخي الذي اتخذه يوما الملك فيصل عندما طلب منه وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر زيادة الإنتاج، فما كان منه إلا أن قطع الإمدادات عن كل الدول المؤيدة للعدو الصهيوني بما فيها الولايات المتحدة. في مذكراته يكشف كيسنجر أنه عندما قطع الملك فيصل إمدادات النفط عن الغرب في حرب أكتوبر وقال مقولته الشهيرة: عشنا وعاش أجدادنا على التمر واللبن وسنعود يعود لهما، زاره كيسنجر يومها في محاولة لإثنائه عن قراره. ويقول كيسنجر في مذكراته أنه عندما التقى الملك فيصل في جدة عام 73 رآه متجهما فأراد أن يستفتح الحديث معه بمداعبة، فقال له: إن طائرتي تقف هامدة في المطار بسبب نفاد الوقود، فهل تأمرون جلالتكم بتموينها وأنا مستعد للدفع بالأسعار الحرة؟ يقول كيسنجر: لم يبتسم الملك بل رفع رأسه نحوي وقال: أنا رجل طاعن في السن وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى قبل أن أموت، فهل تساعدني على تحقيق هذه الأمنية؟ الملك فيصل اتخذ قراره انطلاقا من قناعاته أن النفط ثروة الأجيال ولا يمكن التفريط بها، وهي مقولة جاهر فيها أمام كيسنجر وفي كل خطاباته في أثناء المقاطعة. أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها أوقفت مؤقتا العملية العسكرية في الحديدة لفسح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة. وقال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر: نرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث للتوصل إلى انسحاب حوثي غير مشروط من مدينة الحديدة والميناء. وأضاف: أوقفنا حملتنا مؤقتا لإتاحة الوقت الكافي لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل ونأمل أن ينجح جريفيث. وكان جريفيث قد التقى الأسبوع الماضي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا، وذلك في إطار جهوده دبلوماسية لتجنيب الحديدة مزيدا من المعارك. وطالب هادي بانسحاب كامل للمتمردين الحوثيين من مدينة الحديدة. الأخبار الفنية في تقرير لعمر خداش.
سعيدة. تحت عنوان ألوان موسيقية أحيا الموسيقار جمال أبو الحسن حفل موسيقي بالتعاون مع مهرجان الجامعة الأمريكية في بيروت لبرنامج زكي نصيف للموسيقى والمعهد الوطني العالي للموسيقى والأوركسترا الوطنية الشرق عربية وبمشاركة كورال الفيحاء بقيادة أندريه الحاج. أقيم العرض الموسيقي يلي أذهل الحضور بمناسبة الاحتفال السنوي باليوبيل الذهبي والفضي والبلاتينوم لخريجي الجامعة الأمريكية في بيروت يلي توافدوا من كل أنحاء العالم للمشاركة في حدث على مدى 4 أيام كانت بدايته مع هالأمسية. وهي أول تعاون بيني وبين المايسترو أندريه الحاج بين الأوركسترا الشرقية والكورال الفيحاء. يعني جربنا أنه نعمل برنامج كتير هيك مميز ومشوق وفي كل الإمكانيات اللي عم نستخدمها بالأوديو فيجوال آرتس، يعني كل شيء اسمه تقنيات عم بستخدمها في الموسيقى الإلكترونية، في الموسيقى الكلاسيكية، في الفولكلور، في تحية لزكي نصيف. فعملنا إشياء بتهم كل المستمعين كل الأذواق. الصراحة تجربة جديدة مع دكتور جمال أبو الحسن مع توزيعه وإعداده، والمعروف أنه هو بيشتغل مع الأوركسترا الغربي، بس بعتقد هون التوزيع والشغل اللي عامله أخذ غير نمط، يعني أخذناه نحن على العربي. هاي الأوركسترا أنا بقول على طول أنه عندها هويتها اللبنانية إلى جانب، يعني إلى جانب دول عربية كلها الموجودة الأوركسترات فيها، بس هاي الأوركسترا أوركسترا اللبنانية الشرق عربية اخر الطابع اللبناني بكل المعنى للكلمه. من هيك موسيقته واعداده انسجموا مع شغلنا، مع انه هو بيشتغل بالاوركسترا الغربي مثل ما قلت، بس انسجموا جدا مع شغلنا. افتتح السفير الايطالي بلبنان ماسيمو ماروتي معرض ميديترانيا كلاسيك ريلودد 2018 بمتحف فيلا عودي بحضور حشد من الشخصيات والاعلاميين والمهتمين بهذا الشان. المعرض هو مبادرة ابتكرها متحف ماكسي للفن المعاصر بروما، وأشرفت على تنفيذها وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي في إطار برنامج الأنشطة الثقافية لعام 2018 المخصص لمنطقة المتوسط تحت عنوان إيطاليا والثقافة وحوض المتوسط. Bringing Italian art craft in this setting is a two form of dialogue, a dialogue between arts, dialogue between countries. The message, the content of the art that we can exchange is all in this exhibition that we hope could be the first of a series one. We are joining the effort of the Lebanese artists who exhibit in Rome last year and till the beginning of this year 2018. And we are very proud of the cooperation that we can establish between the Maxi and the Sursok Museum and Milaudi. لهم مشاهدينا وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن باي باي. وإلى مواقع التواصل الاجتماعي ونور صومة. مرحبا. بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني وأيضا خسارة المنتخب البرتغالي وخروج من كأس العالم، وبعد ما شكلت هالخسائر صدمة عن متابعي المونديال، انتشرت بشكل كتير واسع على مواقع التواصل الاجتماعي صور مركبة للاعبين الشهيرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على أساس مغادرتهم المسابقة سواء إيد بإيد. فطبعاً وبما أنه السوشيال ميديا عم تلعب دور كبير بمونديال 2018 وبعد كل ماتش، ما نطروا الناشطين العرب واللبنانيين تيركبوا هالصور وينشرون على صفحاتهم وعوسائل التواصل. ننتقل لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل بيظهر فيه النائب وليد جنبلاط خلال جولته بإحدى القرى واقف مع شاب وناطره تيعلمه إحدى ألعاب الخفة والسحر. في شمس اوكي حفاصة اوكي حطها بالورق اوكي حنخلص الورق هلا بدي اطلع لك ورق في شمس اوكي تحتي هلا مش ايش عينا وليد باك هلا مش ايش عينا مش عين سكر ايدك عليا اوكي شو كانت ورقتك؟ نعم كبر شو وحياة الباك نعم وحياة
وإلى أخبارنا العالمية، وفيديو تصور بالمكسيك برم العالم وصار فايرل بعد ما أثار غضب كبير لممرضة بإحدى المستشفيات عم تضرب مريضة بتبلغ من العمر 10 سنوات. ومع أنه هالفيديو صارت أحداثه من تقريبا شهر إلى أنه تم نشره بعد فترة، والأهم أنه تم طرد الممرضة من عملها وفتح تحقيق بيلي صار. لهون ممكن وصلنا لنهاية ترندز اللي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت تصعيد عوني، التيار لي يتزحزح عما هو حق له. أيضا في النهار، النظام يشق درعا بالتسويات وإسرائيل للعودة إلى عام 74. في الأخبار، جنوب سوريا الحسم بتوقيت الأسد، التيار يهاجم القوات تتآمر على الجيش والمقاومة، رحلة بن سلمان إلى النووي. ننتقل إلى الأنوار التي عنونت لهذا اليوم سلسلة اجتماعات قبل سفر الحريري في مسعى لحلحلة أزمة التأليف. السيسي: حركة 30 حزيران أوقفت موجة التطرف، 1500 عداء في سباق قوى الأمن، مساعدات أردنية إلى النازحين في الأراضي السورية، الطائرات الورقية تشعل 13 حريقا في إسرائيل. في عناوين صحيفة الديار، لماذا طلب باسيل اجتماعا طارئا مع الرئيس سعد الحريري؟ أيضا في الديار، نجاد عصام فارس مكرما من المطران منصور: سنعمل معا لتحسين الأحوال في المنطقة، ميقاتي استقبل فتح علي في زيارة وداعية. ننتقل إلى صحيفة المستقبل التي عنونت مشاورات مكوكية في بيت الوسط ورؤساء الحكومات السابقين للتعاون والتضامن مع الرئيس المكلف. أيضا في المستقبل، الحكومة في مخاض المبادرات، ليلة الحراس. أما في البناء، نتنياهو يعترف بالنصر السوري جنوبا ويطلب الأندوف، والإمارات تعلن وقف هجوم الحديدة، الجيش السوري يتقدم في الشيخ سعد والدفاع الجوي، وبصرة الشام تنضم للمصالحات. الحريري يربط النزاع الحكومي مع باسيل، والناشف: بمشاركتنا تصير حكومة وحدة وطنية. ننتقل إلى صحيفة اللواء التي جاء فيها الحريري يغادر وباسيل لن يتراجع والعقد عالقة. في اللواء أيضا، رؤساء الحكومات دعم مطلق للرئيس المكلف، ورفول يتهم القوات بالتآمر على الجيش والمقاومة ولن تعطى وزارة الدفاع. ننتقل إلى الجمهورية، حزب الله يرفض معايير عون الحريري، عودة على دفعات. ونختم مع الشرق الأوسط التي عنونت ترامب يتوعد الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، تمسك روسي بمروحات المصالحات في درعا، طارق صالح يستنهض الجبهات ضد الحوثي. والآن نذكركم بعناوين النشرة. مائدة عشاء حكومية بين الحريري وباسيل في بيت الوسط. عدوان يكشف للجديد عن اتفاق مكتوب بين القوات والعهد يقضي بالمناصفة في الوزارات. طول مدة عهد الرئيس عون حصتنا توازي حصة التيار الوطني الحر، هيدا الاتفاق وهيدا الموضوع محطوط كتابة. عماد وكيم يتهم باسيل بالعرقلة. في حدا طلع نطح وصار يقول جورج بيطلع له هالقد، الياس ما بعطيه هيدا، اذا عم تقول لي مين رئيس التيار الوطني الحر. دفعة من النازحين عادت الى سوريا برعاية الامن العام وضمانة ماهر الاسد. الرقم يمكن حضرتك تشوفه شوي قليل بالنسبة للعدد الموجود، نحن بنشوفه كثير منيح لانه الاشخاص اللي رايحين كان في عليهم ما فينا نقول غضب،
في عليهم عدم رضا. لو ما في امان ما في نزله. بدنا نرجع عاد على بيتنا، الحمد لله صار امان. كادت المخدرات تدمره واليوم يبحث عن عروس. بس صح منيح حينطلعه ونجوزه ان شاء الله يا رب. تكال يا رب العالمين. متخصصون في طحبشة اللغة الأجنبية بعد لبنانتي. مناجير طبيعة. مناجير. مواعي. دجندار 10 أمبار. هذا كان كل شيء في نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم عند 10:30 ضمن الحدث. إلى اللقاء.